بناء جديد يرتفع في محافظة الأنبار، فندق الأنبار الدولي، والذي يعد أول فندق سياحي بالمحافظة. يصل ارتفاعه إلى 14 طابقاً و32 شاليه. يقع على موقع مطل على نهر الفرات، حيث وصلت نسبة إنجاز العمل أكثر من 80% بمتابعة من الحكومة المحلية بالمحافظة. فندق واحد من المشاريع الكبرى للبنى التحتية في مدينة الرمادي، واللي يعتبر واحد من أهم الركائز الأساسية بالعملية الاستثمارية السياحية، واللي ممكن أن يحول وجه المدينة من وجه إلى وجه آخر أفضل. للمدينة للأسف الشديد إلى الآن لا تمتلك أي فندق سياحي على مستوى عالمي. هذا الفندق الحقيقة راح يكون من أكبر الفنادق الموجودة بالمنطقة، واللي الآن نسب إنجازه تقريبا تجاوزت 80-85% في مفاصل عدة، خاصة أنه يشمل على فندق مع شاليهات تقريبا 32 شاليه مع قاعات كبرى تقريبا الأكبر على مستوى العراق. واستكمالا للمشاريع الاستثمارية في الأنبار، يتأمل أهالي المحافظة من الحكومة المحلية بتوسيع المشاريع الاستثمارية بمختلف القطاعات، لكون الأنبار تفتقر للقطاعات السياحية خصوصا في أغلب مدنها. القضاء الرمادي أو محافظة الأنبار ما بها هيج فنادق قبل، وما كان بها أي واجهات سياحية، فنتأمل إن شاء الله بالمستقبل تطوير مثل هيج مشاريع حتى تخدم المحافظة. نتأمل بعد من محافظة الأنبار كونها على نهر الفرات، يعني بعد نتمنى مشاريع أخرى يفتحون بها، تكثر السياحة بها وتنفس المواطن الأنباري. مشروع يخدم المحافظة جميعا، يعني الناس العاطلين عن العمل هم تشتغل بهذه المشاريع. وتشهد الأنبار حملة أعمار واسعة في البنى التحتية، من ضمنها فندق الأنبار الكبير، والذي يعد من أكبر الفنادق السياحية في العراق، فيما تؤكد حكومة الأنبار بأنها تسعى لبناء فنادق أخرى في المرحلة المقبلة. من الأنبار، أحمد الحمداني، قناة التغيير.